طيبون. الله، سلامات كده. حضرتك عايز مين؟ عايز مين؟ عايز النجف الوالع الذي لا ينطفى. ينطفى؟ عاوز الورد المفتح الذي لا يتأرطى. عاوز السرقس العطر المجدع الصبوة ابو المدايح الانس. ابو المدايح؟ مدحت بيه الشماشين. النبي يا رب سايق عليك النبي تسمع مني الكلمتين دول. هندسه ابسطه. النبي يا رب ما تحكم عليا ان اخش السجن الا وايدي وايد مدحت بيه في حديد واحد. حضرتك بقى تعرف مدحت بيه؟ اعرفه. زميل اخويا وزميل 30 يوم يا حاضر غدينا حموانه واحده ويسقينا كوز واحد. انما كوز ايه؟ مجندر ومصدي وبالبلد لحمه. 30 يوم يكفينا عقب سجاره واحد ويعافن علينا السجان واحد. 30 يوم يشخر جنب مني تشخير ويقلقني طول الليل عشان هو انا مؤاخذة نومه كتير قوي. استحملته كتير صح؟ اخويا وزميل ورا نمرتي عيني. تقرا التوسيه بتاعه هو 89، التوسيه بتاعي انا 88. كويس قوي. وحضرتك بقى عاوز تقابله في ايه؟ اسمح لي اقول لك بقى ده تطفل من حضرتك. طيب ما استدليت على عنوان بيته منين؟ منين؟ من فوق من عظمة لسانه. هو اللي وصفه لي بذاته. وانا جاي عوالة تعال يا حضري ومن دوعي فليوجب. اصل هو طلعوه قبل مني افرنجي ب 15 يوم. ساعه ما قلعوه الضروبه اللي كان لابسها ولبسوه هدومه. شوفوا ابن الاصول. ايوه ما خلصوش ابدا يطلع من السجن لما يفوت عليا. جاني وبست من هنا وبست من هنا وقال لي بقى شوفك انت وحياه العيش الاسود والملح المقندل اللي جمعنا هنا من غير معاد. يوم ما يفك سجنك ولا تفوتش عليا في البيت حاجه اقول لك الحق استأثرت خالص. خدتها منه جميله. امال بني ادم يا حضري مستعنيني. عينيك قوي قوي. ويا ترى استنى حد غيرك ولا؟ والله سبحان العالم حاج ما هو بحبوح. وحضرتك بقى كان محكوم عليك كتير. خمس حتت. خمس حتت؟ اه. الحته عندنا احنا يا ولاد الكار يعني سنه. كان محكوم عليك بخمس سنين؟ انت على كده ايه؟ لا ابدا ما هو اللي خسر الدنيا كتر السواد. اصل محسوبك ولا فخر عنده 25 سبقه. يا نهار اسود 25 سبقه ومستكترينهم عليا. لا شويه. وسبت وعزم حضرتك عشان تضيف معاك في البيت؟ تتخضش كده؟ يا اصلها كلها توابع خفيفه كده من صنف واحد. حاكم انا ولا مؤاخذه؟ أيوة. مستخصص لصنف واحد. ايه هو الصنف ده؟ انا امر على البيت من دول. البيت مين؟ البيت بتاع الجماعه الحلوين كده اللي يعرفوا يلبسوا كويس زي حضرتك. اولا اللي يهمني البيت اللي فيه. انما الدور بقى خفيف على الدور. ايه بتسرق غسيل فراخ؟ فراخ مين وانا وشي ذلك؟ فراخ ايه؟ سلمان هدوم الغسيل. شغلانه ملمومه ونضيفه. اوصل الحبل من هنا ومن هنا في عيب يكون الله بالسر عليك. هدوم الغسيل. هدوم الغسيل تاخد فيهم خمس سنين. انت عصيت كام الف حبل يا رب؟ الحكايه كلها كانت بسيطه. كانوا ثلاث فساتين واربع بيجامات جبتهم صنف فرنجي واربع ست جواش شرابات حتى جوز منهم انا لابسه. حلو ازاي؟ حلو. لا بقى يا سيدي اسمك السود. كل مره تيجي قضيتي قدام مين؟ عمك اسماعيل بيه جديد. راجل كشر كده وغضب واعوذ بالله. اغتصبوا المدايح ال 30 يوم ورماه في السجن. بعدين السجانين اللي ما يرحموش. يا سلام. لا اتغميت غم على ابو المدايح نهار رشوه. لا رشوه؟ جلدوه. جلدوا مين؟ ابو المدايح وما قلبش. لا. ونزل الكسر كمان. ولا انت مش مستمتع من حضرتك؟ لا ولا انا يعني ماشي معاك ومش عايز حاجه على مين؟ انا ابقى زي ما تقول كده يعني قريب. ايه من حبيه؟ ما بقى يا سيدي كانت نايم هو على ما تعرفش منين على اساس البنيان. السجن
اه في السجن، امال يعني في الهيلتون؟ طبعا في السجن، ده كان بيخش لي كل حاجه، ده انا اكلت من ايديكم متره لسه حلاوتها في اسنانه لغايه دلوقتي. مره عزم العنبر كله على لحمه راس. يموت. يا سلام، طب تصدق بالله بيه رمضان بزيه كان يموت بس اصلا. طب ايه هو ده؟ معلش اصلا عادة عادة وحشة. بس يا سيدي الازازة حلت في ايده وقتها، من هنا الازازة حلت في ايده، من هنا سفاها، من هنا بدخلت مين؟ باش مفتش السجن. ايوه باش مفتش وقعت عينه على الازازه رجله 600 عفريت. باش مفتش اديله كلمه بالمداح اديله 100. ايوه هجموا مهموم. ايوه ازاي؟ محبوح قوي. ليه ينجلد واللازم منه؟ وساعة الشيء ده يا سلام بقى هو يصرخ بره وانا قلبي جوه بيتقطع عليه ترحيص. اخويا زميلي بحبه. لا يا خد العلقه من هنا وشالوه من حضن العروسه على الاستبالي على طول. قعد فيها كتير؟ 6 ايام. بس يا سيدي انا بقى طلعت النهارده واخويا الكبير يطلع في العيد الكبير. واخويا الوطني يطلع في مولد النبي. ما شاء الله ما شاء الله. دي الفاميليا كلها يعني ما فضلش بره غير الست والدتك. وبتشتغل؟ روح راح. امال يعني كده نسيبها عطله؟ لا ايه ما يصحش. وبتشتغل في انهي صنف بقى؟ بتشتغل في الحيل بتوع الطبيب. ما شاء الله ما شاء الله. هو مضحك بيه عمر كده اليوم؟ محدش اداله خبر ان انا جيت؟ لا لا بس مش موجود. مش موجود؟ لا. راح فين؟ مسافر. هيقعد كتير؟ تقريبا 20 يوم. 20 يوم؟ بسيط هقعد استناه. استناه فين؟ استناه هنا 20 يوم؟ ما كان عامل حسابه برضه، قال لي بقى اشوفك انجز. لو رحت البيت ولقيتني كده ولا كده يكون خصيمك النبي. ان ما قعدت في البيت تاكل وتشرب وتتجوز كمان. كمان؟ ويه وانا جاي لك من تلقاء نفسي؟ ماشي يا عم. يساوي. بس اشوف وشك. دخلك يا معلم. معلمتي الهاني تترجى سعادتك تعطيها المحفظه تبعك. عارف يا كبير قولي لها بعدين. يلا بتقول موجود الدرج المكتب اهو. المديح مش معايا في الشرف فين؟ مفيش وقت افتح شرف. عليه المديح قولي لها تعالى. رايح فين؟ اعمل لك خدمه. خدمه ايه يا بتاعي؟ مالك ايه ده اللي هنعمل الشغل؟ مالك ما تخافش كده. خدمه ايه؟ السلام. شايف سمعت الصوت؟ يخرب بيته هيدا مشبوط في الخصوصيه. ما شاء الله على الضيوف. دخلك يا معلمة. ما اجى بعدني كتكوت شحرور.